السلام عليكم. نكمل محاضرتنا السابقة اللي تخص تريس ان كيرف بي. تكلمنا سابقا قلنا انه اكو فورمولا جاهزة تخص الار ان، والار ان هو المسافة، هذا المستطيل، المسافة من مركز الجسم، مركز الكيرف يعني، الى النيوترال اكسس. وقلنا النيوترال اكسس لا ينطبق على السنترال اكسس، فهذه المسافة هي الار ان. للمستطيل ار ان يساوي ان الاتش على لين ار او على الار اي، هذا هو الار اي، والار او هو النهاية. هذا بالنسبة للمستطيل. إذا كان الجزء عندي مو مستطيل، خلينا نقول عندي على عندي على شكل تي، حرف تي، كيف بي تي المقطع مالته، عرفتي، واللي هنا ممكن بهالشكل هذا. دائما يفضل انه نكون الانر للاسفل، يعني هنا هو الار اي، بالضبط نقدر نمثله بهالشكل، هذا جدا ضروري بالرسم. ار اي، الار اي هذا راح يكون عندي للنهايه، ار او النيوترال اكسس، ار ان للسنترويد مركز الجسم، طبعا مو شرط يكون ار داش، والار داش حسبناه هو عبارة عن الواي داش زائد راح تكون عندي المسافة، اذا قد عندي هنا الواي داش المسافة زائد الار اي، يعني مو شرط للحفظ، حسب مجرد علاقات عادية وجمع جبري. الـ RN قبل ما أحسب الـ RN أريد بس شوية أنوه إلى شغلة مهمة، أنه هذا الجزء نسميه، لأنه بيس قاعدة BI، للجزء الثاني نسميه BO، هذا الجزء نسميه DI، هذا الارتفاع نسميه دي او. المعادله هنا للار ان تعتمد على الابعاد اللي موجوده للمستطيلين، اذا ثلاث مستطيلات او اربع شكل يختلف طبعا، راح يكون عندي بي اي دي اي زائد بي او دي او على بي اي لين، هاي ضروري، ار اي زائد الدي اي على الار اي. اتمنى تكون واضحة بالصورة، لانه مرات باليوتيوب تكون غير واضحة. على البي او لين ار او على الار اي زائد الدي اي، هذه فيما يخص الفورمولا اللي موجودة عندنا حتى نحسب من عندها الـ RN إذا كان على شكل حرف T. طبعا إذا كان T بشكل آخر يبقى هذا راح يصير هو الـ BI، وهذا راح يكون عندي الـ BO. إذا القريب على الإنر هو راح يكون I، والبعيد عن الإنر للبيس القاعدة راح تكون هي اللي BO. إذا كان عندي المقطع دائري، إذا كان عندي دائرة بهالشكل هذا، السنتر ما عندنا مشكلة به. هنا عندي إذا كان عندي هذا هو الـ RI، فأكيد هذه المسافة راح تكون R داش، واللي تمثلني
ال R I زائد D على 2. النيوترال أكسس راح يكون أقل من السنتر، فراح يكون هنا عندي ال R. ال R N بالنسبة للدائرة يساوي لنا D تربيع على 4 2 R داش ماينس تحت الجذر 4 R داش ماينس ال D تربيع. أكو بعض المصادر يسموها R C. للتوضيح هذا شلون يكون شكل المقطع، خلينا نشوف بهالشكل هذا. خلينا نفترض انه اقسم بهالشكل معلقة، وهنا عندي لوت. هذا المقطع هو الدائري، هذا هو ال ار اي، اكيد النهاية راح تكون ار او، المنتصف راح يكون عندي ال ار داش، النيوترال اكسس لهذا المكان راح يكون عندي ار ان، وهكذا بقية الابعاد اللي نلقى من عندها. هنا المسافة هي ال اي، وممكن نحسب بقية الابعاد. اتمنى انه تكون المحاضرة مع قصرها مفهومة. اي سؤال ان شاء الله احنا نقدر نجاوب عليه مستقبلا.